من بيروت اليوم، أهلا وسهلا بكم. إليكم أبرز عناوين اليوم. الرئيس سليمان يدعو من بكركي من لا يريد الحوار إلى إعطاء البدائل، ويؤكد أن أي قانون أفضل من عدم إجراء الانتخابات. الراعي يؤكد أن اللبنانيين ينتظرون من المسؤولين الجلوس إلى مائدة الحوار وحل عقدة الانقسام، وعودة يدعو للحوار ولتفعيل عمل الإدارة. المسيحيون يحتفلون في كافة أنحاء العالم بولادة المخلص، والحبر الأعظم يصلي كي يعم السلام في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق. ذوو المخطوفين في سوريا يعتصمون قرب القصر الجمهوري ويقطعون الطريق احتجاجاً على عدم إطلاق المخطوفين. مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى الإسراع في عملية الانتقال السياسي في سوريا، والإبراهيمي يلتقي المعارضة الداخلية. حلت ولادة المخلص هذا العام، لكن شيئا لم يتبدل في الواقعين اللبناني والعربي. فلبنان المشلول سياسيا واقتصاديا يتلقى تباعا تداعيات الحرب السورية التي يبدو أنها ستطول. وفي الانتظار دعا الرئيس سليمان من بكركي من لا يريد الحوار إلى إعطاء البدائل، وأكد أن أي قانون انتخابي هو أفضل من عدم إجراء الانتخابات. بدوره دعا البطريرك الراعي المسؤولين إلى الجلوس إلى مائدة الحوار، كذلك فعل المطران لياس عودي. وفي وقت يرزح ملايين المسيحيين المشرقيين تحت نيران العنف والتهجير من أوطانهم الأم، صلى قداسة البابا الحبر الأعظم كي يعم السلام في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق، ودعا إلى وقف إراقة الدماء وإلى حل سياسي في سوريا. في غضون ذلك دعا مجلس التعاون الخليجي إلى الإسراع في عملية الانتقال السياسي في سوريا، في حين قطع أهالي المخطوفين في سوريا الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري احتجاجا على عدم إطلاق المخطوفين. البداية من قداس بكركي ومن المواقف التي أطلقت من الصرح البطريركي. لم يغير رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان عادته، فزار كما في كل عام الصرح البطريركي يوم الميلاد للمشاركة في الذبيحة الإلهية. على باب الصرح كان في استقباله البطريرك صفير الذي رافقه إلى السالون الكبير، حيث عقد رئيس سليمان خلوة مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي دامت نحو نصف ساعة. خرج بعدها سليمان ليجدد دعوته إلى الحوار، طارحا أكثر من علامة استفهام على مقاطعي الحوار. مقاطعة الحوار ماذا يعني؟ بالماضي شفنا مقاطعة من أجل شهود الزور، ما فهمنا ليه منقاطع الحوار من أجل شهود الزور. اليوم منشوف مقاطعة من أجل إسقاط الحكومة، كمان ما عم بفهم الرابط. بتمنى أنه يجوا بسبعة كنود تاني، وإذا ما أجوا يعطوني البدائل. يعطوني البدائل، شو بدهم؟ بدهم نلغي هيئة الحوار؟ بنلغيها. شو قولوا لي شو المطلوب؟ لكن أنا بعرف ما حدا بده يلغي هيئة الحوار. وما بين أولوية إجراء الانتخابات وأولوية إقرار قانون جديد، اختار الرئيس سليمان المسلك الدستوري. مش أنا مع الدستور والمواثيق الدولية هي مع إجراء الانتخابات، ولكن إذا لم يتم إقرار قانون ما معناتها منتهرب من إقرار قانون جديد لحتى نلغي الانتخابات. إذن لا، بضل ساعتها تداول السلطة حتى ضمن أي قانون هو أفضل من عدم إجراء الانتخابات. فخامة الرئيس النائب سليمان الفرنجي انتقد مواقفك الأخيرة، خصوصا لجهة يعني الرئيس بشار الأسد، وقال أنه لو لم يكن بشار الأسد ضعيفا لما كنتم قلتم هذه المواقف. أنا ما بعلق على مواقف حدا. هذا وأكد سليمان أنه ليس مع إقفال الحدود لمنع استقبال النازحين السوريين، لكنه شدد على ضرورة ضبط لجوئهم. البطريرك الراعي الذي ترأس قداس العيد التقى مع سليمان على ضرورة الحوار، ووجه هو أيضا رسالة إلى الذين يقاطعون الحوار. إن الشعب اللبناني ينتظر من المسؤولين السياسيين حل عقدة الانقسام والجلوس إلى مائدة التحاور بنية البلوغ إلى الحقيقة الوطنية الجامعة والمحررة، فينفتح أمامهم الباب لإجراء الاستحقاقات الراهنة من دون ربطها بأي رهان خارجي. ونقول لهم من وهج الميلاد وكلام الملاك
لا تخافوا، لا تخافوا من أي تضحية يكلفكم إياها هذا الحوار الوطني ومقرراته الشافية التي تتفقون عليها. فالأوطان لا تبنى إلا على صخرة التضحيات. وما إصراركم فخامة الرئيس على الحوار وعلى الدعوة الملحة والمتكررة إليه إلا لأنكم تؤمنون بقيمة الكلمة التي ينطق بها المتكلمون. وفي الختام تقبل الراعي ومعه الرئيس سليمان التهاني بالعيد في الصرح البطريركي. مرة جديدة يمر الميلاد في ظل أزمات إقليمية وداخلية لم تحل بعد بل زادت تعقيدا، أزمات تؤكد أن لبنان هو أحوج ما يكون إلى ميلاد حقيقي. من الصرح البطريركي، جويس عائئة، MTV. القداديس الاحتفالية بولادة السيد المسيح عامة المناطق اللبنانية ودعوات للمسؤولين لعيش المحبة والتلاقي والحوار، وسوف نكون شنطال مع التقرير فور جهوزه. كيف احتفل المؤمنون في بيت لحم بميلاد المخلص؟ التفاصيل في هذا التقرير. الاحتفالات بعيد الميلاد استمرت حتى ساعات الفجر الأولى. الآلاف شاركوا بالاحتفالات في ساحة المهد وسط أجواء من الفرح والبسمة مع الموسيقى والفرق الفنية المختلفة من فلسطين ومن الخارج. أتمنى لكل المسيحية عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله بتحرير فلسطين. رسالتي إن شاء الله إن كلياتنا بنحتفل باحتفال فلسطين وتحرير القدس إن شاء الله. إلى جانب الاحتفالات الشعبية اشترك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنشاطات رسمية، واستضاف رؤساء الكنيسة والأديان الأخرى إلى مائدة عشاء تقليدية بحضور وفود أجنبية وعربية. فأرض فلسطين المحتلة عام 67 هي أرض فلسطينية والاستيطان فيها غير شرعي، ولذلك نطالب الحكومة الإسرائيلية بأن توقف نشاطاتها الاستيطانية وتأتي لطاولة المفاوضات. هذا ليس شرطا مسبقا وإنما هو التزام دولي قانوني. الرد الإسرائيلي على كلمة أبو مازن لم يتأخر فجاء سريعا، وهو المصادقة على بناء 1200 وحدة استيطانية قرب بيت لحم في بيت جالة. إلى ذلك قداس منتصف الليل سار كما جرت العادة وسط أجواء مفعمة بالرهبة والفرح والدعوات للخلاص من الاحتلال ومن المآسي. ومن هذا المكان المقدس، من هذه المدينة بيت لحم، أدعوكم هذه الليلة إلى مشروع مصالحة يشمل وطننا فلسطين وأرضنا المقدسة وشرقنا الأوسطي بكل بلدانه. قداس ليلة الميلاد يحمل في طياته عادة رسالة سلام ومحبة وتآخي إلى كل العالم، فهل يسمع الجيران هنا في القدس القريبة وفي تل أبيب هذه الرسالة؟ من باحة كنيسة المهد في بيت لحم، مجد الحلبي، MTV. سوريا الحزينة تحتفل بعيد الميلاد بكثير من الأمل والرجاء. تقرير جان خول. يحق لسوريا ولو ليوم واحد في السنة أن تبعد عن أصوات الرصاص والقتل وصور الدماء لتحتفل بعيد الميلاد، عيد يجسد لأبنائها هروبا من واقع دام يستمر منذ أشهر طويلة من دون أن يجد لنفسه سبيلا للتوقف. شوارع سوريا لبست زينة العيد إنما بخجل، خصوصا بعد وفاة بطريرك الروم الأرثوذكس إغناطيوس الرابع هزيم منذ أسابيع والخوف المتزايد للمسيحيين مع إطالة الأزمة المستعرة. فنحن عم نحاول يعني أكثر ما بنقدر مع وضع البلد وهيك عم نحاول نقدر نعمل شيء للعالم تحس بالعيد بطريقة أو بأخرى. يعني الزينة هي معنا مثل كل سنة، التحضير معنا مثل كل سنة أكيد، بس حاولنا بأكثر من طريقة، هي الشجرة، هي زينة الكنيسة، الأداديس، يعني شيء لحتى العالم تقدر تحس شوي بالعيد. يعني هلا أنا أول شيء بالعيد صليت مشان سوريا وإنه مشان عيد أكثر. هلا هي السنة ما كثير في أجواء العيد، يعني إنه بقلبنا بس عم نعيد، إنه كأغراض مادية ما في عيد يعني مثل قبل وهيك. في الأسواق وفي المنازل وفي باحات الكنائس يجتمع الناس ويتبادلون المعايدات ويتمنون أن يعايدوا بعضهم العام المقبل في أجواء أكثر اطمئنانا. بهالمناسبة شفت أنه ما في حدا مزين لا البلكين مثل هذيك السنة. الفرحة كتير ناقصة لأنه
شهداء الوطن غالين كثير على قلوب كل السوريين. بتمنى انه يعم السلام اهم شيء بهالبلد كلياته ويعم الخير، هي اهم شيء عنا، عم نصلي لهالشيء هذا. صلوات البابا من اجل السلام في سوريا بلغت المسيحيين في هذا البلد كذلك، واعطتهم زخما وقوه لمواجهه الصعاب، بما ان رسالتهم في هذا الشرق كانت ولا تزال اساسيه، فهم ينطلقون من الارض التي شهدت ميلاد المسيح. العالم يحتفل بعيد الميلاد في أجواء من الفرح والخشوع والأمل. متحدثاً من عاصمة الإيمان الكاثوليكي في روما، توجه البابا بنديكتوس السادس عشر في رسالته الميلادية إلى بيت لحم والأراضي المقدسة التي شهدت مولد السيد المسيح منذ أكثر من 2000 عام، فرفع الصلوات مع جمع من المؤمنين المحتشدين في كاتدرائية القديس بطرس من أجل السلام في الشرق الأوسط، وخص بالذكر فلسطين ولبنان والعراق وسوريا في ظل المتغيرات في المنطقة والأزمات المندلعة من بلد إلى آخر، وطلب وقف الدم وتأمين الحل السياسي في سوريا. وتمنى البابا أن يتمكن المسيحيون من الاحتفاظ بديارهم وبناء الأوطان إلى جانب الطوائف الأخرى. أجواء العيد التي تنسحب من بلد إلى بلد حلت في باكستان التي ازدانت شوارعها بالزينة وبالمتبضعين لشراء الحاجيات لعيد الميلاد وسط تدابير أمنية مشددة خوفا من أي عمل إرهابي. وليس بعيدا من باكستان كان جنود حلف شمال الأطلسي في أفغانستان يحتفلون بعيد الميلاد بعيدا من عائلاتهم في أجواء من الهدوء، وقد أحيوا تقاليد العيد على أمل اللقاء بأقربائهم في السنوات المقبلة. أما في الولايات المتحدة فقد شارك العشرات في قداس احتفالي عن راحة نفس القتلى في إطلاق النار على مدرسة في كونكتيكت منذ أسبوعين، واحتفل أهل القتلى بعيد الميلاد وأحيوا ذكرى أبنائهم. أما في أستراليا فأجواء العيد لا شك مختلفة، فقد أمضى الناس العيد على شاطئ البحر بثياب السباحة بعيدا من أجواء الشتاء والثلج، بما أن درجات الحرارة في هذه الفترة من السنة تكون مرتفعة، فكان العيد عند شواطئ البحر. في الخاص، كيف يمضي سكان انفجار الأشرفية العيد؟ وعن أي أمل يبحثون في حقيقة الميلاد؟ تقرير جويس حيه. جاي نورت بلادنا، يا حكاية بيحكوها أولادنا، ميلادك زينة أعيادنا، ضوي علينا يا يسوع. ما أحوج سكان انفجار الأشرفية إلى ضوء الميلاد، إلى ولادة جديدة وإلى أمل جديد. هم الذين غادروا منازلهم قصرا، بعضهم عاد إليها وبعضهم لم يتمكن من العودة، كما هو حال تيتا إيفون التي تقطن الآن في منزل صديقتها. اليوم العيد مني ببيتي، وأنا بفتكر أنه كل إنسان بحب يكون عم بعيد ببيته. أنا بعتبر أكيد 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 كتب لي عمر جديد، أكيد أول شيء كتب لي عمر جديد وبشكر ربي ليل مع نهار. ثانيا يعني بشكر ربي على نجاة كل سكان الحي، يعني مش بس بدي أشكر ربي على نفسي، لا من سكان الحي كلهم. وثاني شيء بتمنى من قلبي من جوا إذا بيسمح الرب يسوع يكف يد الشر عن شعبه وعن الوطن. نحن ربينا بلبنان مش هيك مش هيك مش هيك. جان كلود عاد إلى منزله المرمم ليمضي العيد فيه، وطفل المغارة حاضر هنا ليبارك المنزل ويحمي من فيه كما فعل لحظة الانفجار، الأمر الذي يعتبره جان كلود هدية ميلاد مسبقة. صفحة جديدة، حياة جديدة، الماضي مضي، نحن عم نطلع لقدام، ومثل ما العاصفة ما بتدوم كل شيء شر ما بيدوم بالحياة بيرجع بيجي الخير عن جديد. ما في حياة إلا وحدة، بالنتيجة هي يسوع المسيح مخلص، بقية كل حقيقة نسبية. بشكر الله أول شيء بعدني طيب وأهلي بعضهم طيبين، ورجعت عبيتي وبطلت محجر على الطرقات، كنت دايما مطرح لمطرح وكذا، وبغتنم هالفرصة كمان تقلك أنه بشكر فرح العطاء، لو ما منهم ما رجعنا على بيوتنا، لانه هن كثير اشتغلوا على الارض وبشكرهم فردا فردا. والميلاد هو فرح العطاء. والميلاد هو فرح العطاء بالضبط. فرح العطاء هو الميلاد، ومن رحم كل مأساة ولادة جديدة. يا يسوع يا يسوع. اذا القداديس الاحتفالية بولادة سيد المسيح عمت المناطق اللبنانية، ودعوات للمسؤولين لعيش المحبة والتلاقي والحوار.
ولد المسيح هللويا. القداديس الاحتفالية عمت المناطق اللبنانية، والاحتفالات بالعيد طغت على كل المواضيع والمستجدات المحلية. ففي بيروت وتحديدا في كاتدرائية القديس جورجوس للروم الأرثوذكس في وسط العاصمة، دعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي المسؤولين في لبنان إلى التواضع والانفتاح على الآخر، متخلين عن الحقد والمصلحة. الحوار 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 وقبول الآخر والتنسيق والشراكة والتعاضد أسس صلبة لبناء مجتمع منتج. وفي وسط العاصمة احتشد المؤمنون في كنيسة مارجرجس للموارنة للاحتفال بولادة يسوع المسيح. سياسيون وشخصيات اجتماعية وحشد من الأهالي رفعوا الصلوات، وقد تطرق راعي أبرشيات بيروت المارونية المطران بولس مطر إلى ما نعيشه في أيامنا هذه. فالناس من فكوا يتقاتلون على كل شيء، على الماء والمرعى قديماً، وعلى النفط ومصادر الطاقة في الزمن الحديث، يتصارعون على السلطة والإمساك بالحكم، يخافون بعضهم بعضا ولا يستظلون معا خيمة الثقة والتعاون. في الشوف عمت القداديس مختلف البلدات والقرى الشوفية لمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقد ترأس الأب أنطوان ديب قداس العيد في رعاية مار الياس في دير القمر بحضور حشد من المؤمنين. الأب ديب شدد في عظته على معاني الميلاد وعلى المحبة والعيش المشترك وعلى التسامح. كذلك احتفل بولادة السيد المسيح في بلدة دير القمر، حيث أقيم قداس في كنيسة سيدة التلة. في بلدة لقليعة دعا الخوري منصور الحكيم خلال ترأسه قداس الميلاد منتصف الليل في كنيسة القديس جورجوس للموارنة، دعا إلى التجذر بالإيمان وبالله وبالقيم الإنسانية، مشددا على ضرورة التمسك بالمحبة والسلام. أما في كنيسة القديس جورجوس للروم الأرثوذكس في جديدة مرجعيون، فقد وجه متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري خلال القداس الاحتفالي نداء إلى اللبنانيين، دعاهم فيه إلى المحافظة على بلدهم. ومنتصف الليل عمت كذلك القداديس الاحتفالية، ففي جامعة الروح القدس الكاثوليك دعا الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي طنوس نعمة إلى الصلاة ليؤيد الله الرئيس ميشيل سليمان لتحقيق السلام في وطننا، وأضاف نصلي على نية الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي الذي ترجم السلام واقعا. وفي الشمال ترأس راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج بوجودة قداس منتصف الليل لمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح في كنيسة مار مارون وسط المدينة، وبعد الإنجيل ألقى المطران عظة أمل فيها أي عم السلام لبنان، ودعا إلى الوحدة والتمسك والتلاقي والتعاون. وفي ميناء طرابلس ترأس متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس فرام كرياكوس قداس العيد في كنيسة مار جورجوس، حيث دعا في عظة العيد إلى التعاون والتسامح والحوار في سبيل تأكيد العيش المشترك والوحدة الوطنية. بعد الإعلان، أهالي المخطوفين يقطعون طريق القصر الجمهوري. في بعبدة نفذ أهالي المخطوفين في أعزاز اعتصاما عند مفترق القصر الجمهوري وعمدوا إلى قطع الطريق، وينضم لنا من هناك الزميل حسين خريس. إذن حسين، كل التفاصيل معك، تفضل. نعم ماجد، يعني بداية نفذ أهالي المخطوفين التسعة في الأراضي السورية اعتصاما في موقف سوبر ماركت أبو خليل، أن هذا الأمر أزعجهم، وخصوصا أن الحرس الجمهوري هو الذي قام بتنظيم الموقف، موقف السيارات للأهالي كمكان لاعتصامهم. انزعج الأهالي من هذا الموضوع، ثم نزلوا إلى الشارع، إلى الأوتوستراد الرئيس المؤدي إلى قصر بعبدة الجمهوري، وقاموا بقطع الطريق مدة ساعة وأربعين دقيقة، وافترش الأطفال بأجسادهم هذا الطريق المؤدي إلى بعبدة في كل المسالك الشرقية والغربية، مسلكي الذهاب والإياب، مدة ساعة وأربعين دقيقة. إلا أنه في هذه
الأثناء يعني كما ترون فتحت الطريق والسيارات أصلا كانت بطبيعتها لم يكن هناك حركة سير كثيفة خصوصا في أجواء أعياد الميلاد. أما الأهالي أيضا تفاوضوا مع الحرس الجمهوري بشأن لقاء رئيس الجمهورية، وكان هناك خلاف ما إذا كان يصعد وفد إلى قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية أو أنه إذا يصعد كل أهالي المخطوفين. هذه المفاوضات بين الحرس الجمهوري وممثلين عن الأهالي أفضت خواتيمها إلى الفشل، ولم يصعد أحد للقاء رئيس الجمهورية. وأيضا انتهى الاعتصام أيضا بمناوشات بين الحرس الجمهوري والأهالي عندما حاولت بعض النسوة البقاء في هنا على الطريق الرئيس، وقام بعض الناشطين من المعتصمين من أهالي المخطوفين بمحاولة لإقناع هذه النسوة بأن يتركن الطريق الرئيس. وهنا حصلت مناوشات مع الحرس الجمهوري إلا أنها انتهت إلى خير. وأيضا عندما نزل الأهالي لقطع الطريق أيضا حصلت بعض المناوشات التي كانت قد انتهت بسبب التعاون الذي أمر به ضباط الحرس الجمهوري هنا عند الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري. كان هناك وجهت رسالتان، الرسالة الأولى إلى رئيس الجمهورية من قبل أهالي المخطوفين، وهي مفادها بأن رئيس الجمهورية لديه صداقات كبيرة مع تركيا وألمانيا وفرنسا والغرب، راض عن أدائه المتمثل بالنأي عن النفس عما يحصل في الأراضي السورية. وقال الأهالي لرئيس الجمهورية إذا كنت تريد ضمان بقاء هذا النأي بالنفس فعليك أن تقنع الغرب بأن يردوا إليهم الأهالي المخطوفين التسعة. الرسالة الثانية كانت للدولة التركية، اعتبروا أن تركيا الرسمية هي المسؤولة عن خطف التسعة اللبنانيين، لأن الجهة الخاطفة تملك هواتف تركية وتملك أختام على جوازات السفر التركية وتنام في تركيا وتأكل وتشرب في تركيا، وهددت بأن المصالح التركية سوف تكون هدفا لهؤلاء الأهالي ابتداء من تاريخ الغد. وهذه الأهداف يعني سألناهم عما ستكون الأهداف، كانت الإجابة بأن هناك شركة طيران تركية شهيرة وشركات شحن تركية تؤثر مباشرة على الاقتصاد التركي. نعم ماجد، هذا يعني خلاصة ما في الأمر، وسوف نرى التفاصيل في نشرة الثامنة مساء. شكرا للزميل حسين خريس. توفي الطفل خالد الحجيري 5 سنوات في مشاريع القاع متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة رشقات نارية من داخل الأراضي السورية. في الميدان السوري اغتال مقاتلون معارضون مسؤولا في الاستخبارات العسكرية قرب دمشق، وسيطروا على بلدة حارم في محافظة إدلب. من جهة ثانية بدأ موفد الجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي محادثاته مع المعارضة الداخلية غدا لقائه الرئيس السوري. بالتزامن دعا قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى انتقال سياسي سريع في سوريا لوقف النزاع الدامي. المصريون يترقبون إعلان نتائج الاستفتاء على دستور مساء اليوم. التفاصيل في اتصال مع الزميل هشام مهران. يعني هشام، كما ذكرت اليوم نتائج الاستفتاء، كيف هي أجواء الشارع المصري؟ نعم، يعني الشارع المصري إلى حد كبير هو يعرف أن الدستور الجديد سيتم إقراره، حيث تشير المؤشرات غير الرسمية إلى موافقة حوالي 64% ممن قاموا بالتصويت في الاستفتاء على الدستور غير التوافقي في مصر الذي أثار موجة اضطرابات كبيرة، ورفض حوالي 36% ممن شاركوا في التصويت. اللجنة العليا المشرفة على استفتاء الدستور ستعلن في 7 مساء اليوم نتيجة المرحلتين الأولى والثانية من الاستفتاء، وكذلك نتيجة تصويت المصريين في الخارج
وسط أسوأ حالة استقطاب سياسي تشهدها مصر، ووسط حديث جبهة الإنقاذ الوطني التي تعد الآن تكتل المعارضة الرئيسي في مصر عن تزوير غير مسبوق في عمليات الاستفتاء وتعهدها بمواصلة العمل الجماعي السلمي لإسقاط الدستور الذي تعتبره فاقدا لشرعية القبول الشعبي. المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني الدكتور محمد البلدعي طرح مبادرة تتضمن تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتشكيل جمعية تأسيسية تعمل بلا قيود زمنية من أجل صياغة مشروع دستور توافقي على أن يتم العمل بالدستور الجديد إلى حين انتهاء الجمعية التأسيسية التي اقترحها من إعداد دستور توافقي، ولكن جماعة الإخوان المسلمين رفضت هذه المبادرة، وهي تتحدث الآن عن أن هذا الدستور هو دستور دائم لأنه أقر بغالبية كبيرة. بالمقابل دعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، دعا قوى المعارضة وفي مقدمتها جبهة الإنقاذ إلى حوار شامل بلا ضغوط وبلا قيود ودون شروط مسبقة بعد ما سماه زوال ضغوط عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. يعني أنباء الأناضول التركية القريبة من جماعة الإخوان المسلمين قالت أن الرئيس محمد مرسي سيلقي خطابا خلال أيام سيعلن فيه نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى بموجب الدستور المصري الجديد. معروف أن الرئيس محمد مرسي يتولى السلطات التشريعية منذ أطاح بالمجلس العسكري السابق. مجلس الشورى سيتولى هذه سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد بعد حوالي شهرين. ومن المعروف أن حزب الحرية والعدالة الإخواني وحزب النور السلفي يستحوذان على حوالي 80% من مقاعد مجلس الشورى الذي ستنتقل إليه سلطة التشريع، ولكن يعني أجواء الاستفتاء يخيم عليها مؤشرات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها مصر. وفق آخر تقرير لوزارة المالية المصرية هناك تراجع حاد في الاحتياط النقدي المصري وصل إلى حوالي 15 مليار دولار، بحيث لا يكفي سوى شهرين فقط من تخطيط الواردات السلعية لمصر. الزميل هشام مهران حدثنا من القاهرة، شكرا لك. حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر النهار من جملة أخطار يتوجب على الفرقاء اللبنانيين تخطيها في الأشهر الأولى من السنة المقبلة، وعدد هذه الأخطار وهي التخوف من القطيعة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و14 من آذار وانعكاس هذه السياسة على البلاد، واستحقاق المحكمة الدولية في ظل حديث عن استدعائها نحو 500 شاهد، والتخوف من عدم التوصل إلى قانون انتخاب. سمع عند 4:30 من فجر اليوم دوي انفجار ناتج عن إصبع الديناميت وضع قرب غرفة يسكنها السوري شيخ الدين شيخ محمد قرب محطة محروقات تابعة لسهيل القدماني من راشية، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح طفيفة. بعد إعلان تداعيات اغتصاب الطالبة الهندية. أهلا بكم من جديد إلى نشرة بيروت اليوم، تذكير بالعناوين. الرئيس سليمان يدعو من بكركي من لا يريد الحوار إلى إعطاء البدائل، ويؤكد أن أي قانون أفضل من عدم إجراء الانتخابات. الراعي يؤكد أن اللبنانيين ينتظرون من المسؤولين الجلوس إلى مائدة الحوار وحل عقدة الانقسام، وعودة يدعو للحوار ولتفعيل عمل الإدارة. المسيحيون يحتفلون في كافة أنحاء العالم بولادة المخلص، والحبر الأعظم يصلي كي يعم السلام في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق. ذوو المخطوفين في سوريا يعتصمون قرب القصر الجمهوري ويقطعون الطريق احتجاجا على عدم إطلاق المخطوفين. مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى الإسراع في عملية الانتقال السياسي في سوريا، والإبراهيمي يلتقي المعارضة الداخلية.